إذا أردت أن تزايد في على أي قطعة من دار مزادات كريستي اللي هي يعني تظهر خلفي هنا في قلب لندن، فالحقيقة أن البروسيس أو الإجراءات بسيطة جدا. أولا عليك أن تقرر إيه القطعة اللي أنت عايز تشتريها، في مجوهرات، في لوحات، في فن، في قطع أثرية عديدة مثل الآثار المصرية. ثم عليك أن تسجل اسمك قبل 24 ساعة من المزايدة، وقد تضطر دار المزادات للبحث عن ملاءاتك المالية وأوراقك ومستنداتك للتأكد من قدرتك على المزايدة، بالذات في المزادات الضخمة. بعد ذلك يقع المزاد، وهو أمر طبيعي ومعتاد هنا في بريطانيا. الحقيقة أن احنا حاولنا عدة مرات أن نجري أي حوار مع مسؤولين هنا داخل كريستيز، لكن بقت كل محاولات بالفشل، وأخيرا أرسلوا إلينا بيانا بيفسروا فيه مرة أخرى قضية بيع رأس توت عنخ آمون. البيان بيكرر مرة أخرى في جزء منه بيان كانوا أرسلوه بالفعل عند البيع السابق في يوليو الماضي، وبيقولوا فيه أن كريستيز قامت بكل الإجراءات، إجراءات فحص الملكية القانونية للتأكد من تسلسل ملكية القطع، وأنه لم يصلها قبل أو بعد عملية البيع أي معلومات تثبت أو تؤكد غير ذلك. كريستيز أيضا قالت أنها تدرك أن القطع التاريخية قد تثير الكثير من الجدل حول الماضي، لكنها لم ولن تبيع أي قطعة دون إثباتات للملكية واضحة. كريستيز أجابت لنا عن بعض الأسئلة التي قدمناها، فأكدت أنها كانت على اتصال مستمر بالسفارة المصرية في لندن وبوزارة الآثار في القاهرة، وأنها أطلعتهم على ما لديها من معلومات ووثائق. كريستيز قالت أيضا أن القطعة كانت معروضة لمدة طويلة، وأنه لم يصلها أي اعتراض من قبل المسؤولين في مصر. وردا على اعتزام مصر الاستمرار في التقاضي أو في اتخاذ الطرق القانونية لمحاولة رد رأس توت عنخ آمون، قالت كريستي أنه لم يصلها أي معلومات حول هذا الأمر، وأنه لم تصلها أيضا أي وثائق تثبت غير ما لديها من معلومات. كريستيز إذن مصرة أن البيع كان قانونيا وأنه كان صحيحا، أما الحكومة المصرية فتقول غير ذلك.